وصية النبي صلى الله عليه وسلم ليك النهاردة في الحديث اللي بيقول: قال معاذ بن جبل: أي رسول الله أوصني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعبد الله كأنك تراه، واعدد نفسك من الموتى، وعليك بتقوى الله ما استطعت، واذكر الله عند كل حجر وشجر، وإذا عملت السيئة فاعمل بجانبها حسنة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. دي كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ بن جبل. زي ما احنا اتفقنا ان احنا كل حلقة بنحط نفسنا مكان الصحابي اللي راح للنبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه الوصية. كانت اول وصية النبي صلى الله عليه وسلم وصى بيها سيدنا معاذ بن جبل ووصاك انت كمان بيها، ان انت تعبد الله عز وجل كأنك تراه. واحنا قلنا ان احنا لو مشينا بالمبدأ ده، ان احنا نعبد الله عز وجل كأننا نراه، عبادتك كلها هتتغير. اعلم ان الله عز وجل مطلع عليك، يعلم ما في قلبك، يعلم كل اللي بتفكر فيه، ربنا عارف كل حاجة عنك. لو انت بتعبد الله عز وجل وحاسس ان ربنا سبحانه وتعالى شايفك دلوقتي وانت بتعبده، وانت بتعصيه مش هتعصيه، هتخاف من الله عز وجل، وانت بتعبده هتحس ان انت خاشع في العبادة، بتحس ان انت حابب العبادة، عايز العبادة توصل لربنا سبحانه وتعالى، خالصة له سبحانه وتعالى. وكان بقية الوصية النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: واعدد نفسك من الموتى. اعتبر نفسك ميت. لو انت ميت هتبقى ايه املك في الحياة؟ سفيان الثوري ليه كلمة بيقول: مساكين اهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا اجمل ما فيها، فقيل له: وما اجمل ما فيها؟ قال: معرفة الله وذكر الله. بقيت الوصية النبي بيقول: وعليك بتقوى الله ما استطعت. كلنا اصحاب ذنوب وكلنا بنجتهد ان احنا نطيع الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم بيوصيك بتقوى الله، وتقوى الله ان انت تجعل ما بينك وما بين المعصية حجاب. خلي بينك وما بين المعصية حاجز، ما تروحش للمعصية على طول، مش تعصي. ده النبي بيوصيك ان انت تحط ما بينك وما بينها حاجز، ما تروح لهاش اصلا. هو ده تقوى الله عز وجل. النبي بيكمل الوصية وبيقول: واذكر الله عند كل حجر وشجر. شغل لسانك، اذكر الله عز وجل. الأطباء بيقولوا إن أخف عضو في أعضاء الجسم كلها اللسان. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنت ممكن في اليوم تقدر تذكر الله عز وجل 12 ساعة وما تتعبش، إنما ما تقدرش تمشي 12 ساعة، ما تقدرش تعمل أي حاجة تانية في بقية اليوم 12 ساعة وما تحسش بإرهاق إلا الذكر. والذكر فيه ميزة تانية كمان، إن هو من عبادات الخلوات. العبادة إن أنت تعملها ومحدش ياخد باله منها وانت بتعملها. انت قاعد في مجلس في وسط اصحابك، هم قاعدين بيتكلموا في اي حاجة، وانت لسانك شغال بذكر الله تعالى. حافظ على الاذكار. النبي صلى الله عليه وسلم بيقولك: اذكر الله عز وجل عند كل حجر وشجر، واذا عملت السيئة فاعمل بجانبها حسنة. احنا عارفين ان الحسنات يذهبن السيئات، والنبي بيوصينا وصية غالية قوي محتاجين ان احنا ننفذها. بيقولك ان انت لو عملت سيئة في السر اعمل زيها طاعة في السر، والذكر ده زي ما احنا قلنا ده من الاعمال اللي بتتعمل في السر. ولو عملت ذنب في العلانية فاعمل برضو طاعة في العلانية. يعني ايه؟ يعني انا اذنبت ما بيني وما بين نفسي ومحدش كان شايفني، اعمل طاعة وعبادة محدش شايفك غير الله عز وجل فيها. خبي حسناتك زي ما بتعرف تخبي سيئاتك. ولو عملت ذنب قدام الناس اعمل طاعة تانية قدام الناس، لان انت ممكن بالذنب اللي انت تكون عملته قدام الناس يكون حد افتتن بيك وعمل نفس الذنب ده، فتعمل الحسنة، ممكن حد برضو يشوفك وانت بتعمل الحسنة دي وانت بتعمل الطاعة دي فيعمل هو كمان الطاعة فتاخد الاجر عليه. وفي حاجة تانية عايز اقولها لك، حاول تخلي الطاعة من جنس الذنب. يعني ايه؟ يعني انت لو عندك مشكلة في غض البصر، عود عينيك على النظر في كتاب الله عز وجل. لو انت عندك مشكلة ان انت بتجيب في سيرة الناس وبتتكلم على طول عن الناس،
خلي الطاعة اللي انت تعملها مرتبطة بنفس الذنب نفسه، ان انت ممكن تقعد تدعي للناس، تجيب تقول تدعي لهم في كل صلاة، تجيب سيرتهم بالخير دايما. لو انت عندك مشكلة في الشهوة عليك بالصيام، حاول ان انت تخلي ذنبك الطاعة اللي تعملها تعالج هذا الذنب، لعل الله عز وجل يتوب عليك ويتقبل منك الطاعة. هي دي كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم ليك النهاردة لسيدنا معاذ بن جبل. يا رب نعمل زي ما سيدنا معاذ عمل وصية النبي صلى الله عليه وسلم احنا كمان نعمل بيها.